أنا مغربي أنا مغربي أنا مغربي أنا مغربي كنا مغاربة. مريم كيريد 22 عام، تزديت في كازا هي اللي كبرت فيها حتى الباك ديالي. الباك ديالي تحولنا للمحمديه، وفي بيريود فاش كنا في كازا كنت كندير المسرح، كنديرو ملي كنت في الثاني ابتدائي، كنت كندير مسرح حتى السيزيام. ديك البيريود كامله كان الوالد ديما افلام كل نهار كل نهار، سو انا كنت كنحب داكشي بزاف. وصلت السيزيام خرجوني مالي الدار من المسرح، قالك خاصني نديها في قرايتي، دونك ديتها في قرايتي وانا ندخل للراب. وحتى تعصبات بقى صغيره بدا شويه كيديروا شراب، ديك الساعه دخلت الراب زعما. مشيت سجلت تراكم ورا مالي الدار، ومشيت عند من خالي هو اللي زعما كيفهم في يوتيوب. ديك الساعه انا بقى صغيره كنقول ليه كثار بغيت نحط واحد الديسك، قلت له كيما تقولش مالي الدار، قال لي صافي. هو حط ويدي ليا ليا الاشار، فهمتي، العائله كامله مالي الدار تعصبوا، قالوا لي الا عاوتاني حطيتي بحال هذا الشيء فهمتي صافي تقربلات، حيد داكشي. شويه وليت ندير فاينز خزنه فاينز خزنة، بقيت بحال هكاك. حتى لواحد النهار الواليد في طنجة كيجي عنده واحد صاحبو كيقول لي جي نوريك واحد الفيديو كيضحك، شنو كيلقى بنتو. الواليد كيتفرج تبارك الله، ومعاه كانت واحد الجملة اللي فيها ومالا عندك في الفيديو. الواليد ما عجبوش الحال، تقربلات عاوتاني صافي. بقات بحال هكاك صداع ديما في الدار، وانا كدير بحال شي زوفري كلبس بحال الدراري، ديما كنلبس الاحمر داكشي شبداو يسميوني الريد. صافي في الباك ديالي مشينا للمحمديه، دونك تبدل عليا كلشي، وانا كنت حدوديه وكذا، دونك بديت في الدانس مره كنبدا ندانسي راسي افرو، كان كيعجبني اباغ هادشي. كنت كنقرا ديتها في قرايتي، علاش؟ حيت بغيت ننجح، مشينا لواحد البلاصه مزوينه في المحمديه بالنسبه ليا، حيت خاويه وانا ولفت على كازا، دونك عزيز عليا. راك عارف يكون الرواج في الزنقه، ماشي كتمنيه كلشي ناعس، الزنقه خاويه. المهم بقيت بحال هكا كدانس، ولكن ما خرجتوش، بقيت كنشطح. جا شديت الباك ديالي جبتو مزيان، عمرني سقطت فهمتي. كنت كنقرا مزيان ديال الوالديه، قلت لهم شي حاجه بغيت نقرا ما خاصهمش يقولوا لي لا، دونك قلت لهم بغيت ندير لوديو فيزيال، دونك خاصني نرجع لكازا. ما خلاونيش، دونك داروا لي عصا في الرويضه، ما كتقدر ندير والو. درت الدياغنوستيك اللي هو كانت اقرب سونتر حدانا، بغيت ندير اي حاجه غير باش نسالي ديك العامين وندير داكشي اللي بغيت من بعد، حيت كنت كنخدم اونلاين. صافي بقيت بحال هكا كنقرا كنخدم، كنبقى ندانسي غير مع راسي وانا نتقز، خصوصا ديك البلاصه اللي ساكنين فيها. كنجي انا بالليل خاويه، كيطراو مشاكل كل نهار، اللي باغي يشفرني اللي باغي ما عرفتش شنو يدير. دونك بقيت شاده داكشي في قلبي بزاف، تفرقعت واحد النهار مع مالي الدار، تقربلات ديال بصح صافي. وانا نخرج من الخدمه، خرجت من القرايه ما بغيت ندير والو، تعيطت ليا عمتي كاينه في دبي، عندي لا فامي ولكن ما عمتي هي اللي عيطات عليا، دونك عمتي عيطات ليا باش نجي لدبي. قلت صافي علاش لا، بما انه ما كندير والو طلع ليا الدم نيت نبعد على مالي الدار، مشيت لدبي. صافي بقيت كنقلب على خدمه، لقيتها، ملي لقيتها خدمت. مشيت كريت راسي، هزيت راسي صافي. ومع الوقت دبي فيها الناس في شكل فهمتي كيشجعوك على اي حاجه، دونك عرفوني كنشطح افرو وكذا، بداو كيقول لي لا وكذا وزيدي وشطحي. صافي بديت كنزعم شويه وليت كنعرف بزاف ديال الناس، وليت كنمشي للبلايص اللي الناس اللي كيعجبهم افرو، اللي خصوصا دبي صغيره دونك كتلاقى مع ناس كبار بالسربه، يعني ما دير حتى شي مجهود كتلقى راسك فشي بلاصه انت معاهم. صافي مع الوقت بقيت كنخدم لي فيديو كليب، صافي عجبني داكشي بزاف، وبقيت غاده فيه بحال هكا خدامه اون باراليل، راه كندانسي في لي فيديو كليب وكلشي هز راسي. تجاز كورونا راه خرجت عليك اغلبيه، كنت منهم انا، خرجت من الخدمه ما بقى فهمتي سدوا علينا كلشي، دونك ما بقيت كندير والو. رجعت عند لا فامي تما، بقيت جالسه معاهم، بدا يرجعني داكشي ديال فهمتي، بديت نخمم في داكشي اللي داز وكذا، وانا عاود ترست وشحال من حاجه. وصافي بقيت حتى مؤخرا نرجع للمغرب، رجعت للمغرب الانستغرام اصلا عاوني في البيريود ديال كورونا، كنت كندير تيك توك، بديت ندير فيديوهات غير باش حيت كيعجبني انا هادشي، دونك قلت علاش لا، بقيت كنصور كذا. طلع لي الانستغرام بالزربه وصافي. في ديك البيريود عرفت بزاف الناس، وملي لقيت راسي تقجيت في دبي قلت ما كاينش نعاود نضيع الوقت، نرجع للمغرب باش نقرا. دونك جيت هذا العام غير باش نشوف الناس انا اللي اصلا الانستغرام عرفني عليهم، ولقيت راسي خدامه، بديت الخدمه يعني 3 موا دابا، خدمت شحال من حاجه، شفت بزاف ديال الناس، والعام الجاي ان شاء الله نقدر نقرا الاخراج، زعما نتمنى ويكون كلشي مزيان. ساليتي مع دبي؟ ساليش مع دبي، نقدر نرجع لها ابخي ملي نشد الدبلوم ديالي، وقررت ناخذه في المغرب.
دبي مشيت غير باش نخرج من الواقع اللي احنا محطوطين فيه في المغرب. لا فامي ديالك كانت ستريكت معك؟ ستريكت بزاف، وانا كنت اول بنت اول حفيده وبنت، وفي المغرب كتكون صعيبه شويه، وخصوصا حنا كنا امازيغ، ماشي كنا حنا امازيغ، سو راك عارف لي فامي ديال الامازيغ ما كيكونش عندهم هادشي، دونك انا خارج اليوم من الجنب، انا البلاك شيب في العائله. كي دايره العلاقه ديالك مع تي بارون؟ كانت الصراحه ما مزياناش، انا حيت كنت كنطير بالنسبه ليهم، دونك راك عارف الوالدين، بقيت داك الشيء يعني تمشيت لدبي وتصالحنا وكذا، وجيت دابا حتى وليت كنقدر نقول لهم راه انا غاده، عندي شي توغناج، عندي شي حاجه ما كنتش نقدر نقول لهم. وكي دايره العلاقه ديالك مع خوتك؟ اخوتي انا الكبيره، دونك خوتي كلهم صغار، عندي اختي وجوج خوتي، واحد بيبي يلاه عنده عام دابا، واحد صغير اللي ربيت عزيزه عليه نقول لي نقز مستحيل نقز، وصافي. واختي حتى هي كتسندني في هادشي كامل، وحتى هي عزيز عليها لاغ اللي هي دارت لاغ ابليكي في غابه، وشدات الباك هاد العام وكتكمل في داكشي دابا بخير. عاودي لينا على ليكسبيريونس ديالك في الدومين ديال الاوديو فيزوال. صراحة حيت انا ما قريتش على هادشي بحال قلتي اكسبيريونس، جبتها انا من دبي فاش كنت انا كنبان قدام الكاميرا، او ميم طون كتلقاني مخشيه اللور مع بنادم باغي نتعلم، كنبقى نشوف وكذا، وريني هادي وريني هادي. وملي جيت المغرب عاونتني بزاف، حيت الناس اللي كنعرف الصراحه زعما ما عنديش، ما نقدرش نقول لك كنفهم فيه 100%، ولكن غير عيني وهداك الشيء اللي عندي، حيت بزاف د الحوايج عندي في راسي، علاش انا باغي ندير لو ديفيزيال ولا ندير نولي رياليزاتور، حيت عندي بزاف د الحوايج في دماغي باغي نبينهم باغي نحطهم، دونك باقي ما وصلتش لداك الشيء. داك الشيء بغيت نقرا باش داك الشيء اللي عندي هنا نحطو الناس يشوفوا. ديري لينا كومباريزون ما بين الخدمه هنا والخدمه في دبي. صراحة الخدمة ديال هي مثلا كل واحد عنده خدمته، كل واحد عارف شنو خاصو يدير، صافي ما تحتاجش تدخل واحد في خدمته، هنا كل واحد كيبغي يدخل لك في خدمتك، ولا كتلقى جوج ديال الناس في حاجة واحدة وكل واحد عنده شي حاجة باغي يديرها، دونك كتضاربين كتلقاهم ضاربين. لقيتي دا ديفيكولتي هنا في المغرب؟ لقيتها الصراحة، مثلا كنشوف شي حاجة شي واحد باغي يدخل في شي حاجة كنرجع للور، ما كنقدرش انا ما عنديش مع الصداع ولا نصدع راسي معاك، وخصوصا كي اللي كتحاول تشرح لي ما كيفهمش ولا راسو قاصح، سو انا عييت من هذا الشيء، ما بقاش عندي زعما الدماغ لي، وليت كنرجع للور ونشوف صافي كنخليه يدير داك الشيء اللي بغى. وكيفاش قدرتي تتاقلمي مع الناس اللي لقيتي معاهم هاد الديفيكولتي؟ ملي غادي تولي عندي السلطه انا باش ندير شي حاجه، انا نكون انا الدايركتور ولا شي حاجه من بعد ان شاء الله، غادي ندير داك السيستم اللي كيديروا الناس تما، دونك نجيب كل واحد خدمته، تقول لي من الاول حتى واحد يدخل في خدمته واحد اخر، حيت انت اصلا كل واحد غادي يقول لك شنو غادي يدير وانت غتاكسبتي من الاول، دونك صافي خليه يدير خدمته حيت انت اكسبتيتي ديك الايده اللي عطاك هو. ما كتحسيش بلي المراه مقموعه ومحقوره في هاد الدومين؟ لا، خاص هي تبين بلاصتها الوحده، الا كانت كتبين بلاصتها ما كاين حتى شي واحد يقدر، خصوصا الا كنتي وصلتي لشي حوايج والناس شافت الخدمه ديالك، هو مثلا عارفك انت ولا انا احسن منه ولا ماشي احسن منه، ممكن عطي شي حاجه اللي زوينه ما غاديش يقدر مازال يهضر. قارني لينا التعامل مع الناس اللي ديفيرونت تما في دبي وهنا في المغرب. دبي انترناسيونال، يعني كتلاقى بشي جنسيات اللي عمرك تتوقع تلاقاهم تقدر في نهار واحد، يعني بزاف الناس كل شنو داير كل الدين ديالو كل الثقافه ديالو، دونك راه كتلاقى مع بزاف الناس في الشكل ماشي غير انت، وتما كاينه السيفتي بزاف، يعني نقدر نخرج انا مع ثلاثه الليل لابسه شورت ولابسه الذهب وهزت التليفون ديالي ما كاينش اللي يجي يوقف عليك ولا اللي يدوي معك، سو هادشي اللي زوين في دبي، وهادشي العكس ديالو تماما كاين في المغرب، وداكشي تما الناس تقدموا بزاف حيت ما كيبقاوش مدينا في السطحيات اللي هي الشكل اللي هي شحال من حاجه بحال هكا، داكشي اش مخلينا حنا معطلين تما، فاتوا دوك الحوايج شوفهم فين وصلوا. كيبان لك كاين تسامح في المغرب؟ كاين، هو كاين ولكن قليل قليل بزاف، خصوصا ملي كتكون انت في شكل يكون واحد كيتسامح، ولكن حيت عنده واحد الاقتناعات ديال دير الطاطو ولا شي حاجه يشوفك ما يحملكش، دونك ما يتسامحش معاك، واخا هو كيتسامح لا خاصني نكون انا لابسه بحال ماما ولا اختو ولا ماشي ضروري. هضري لينا على التحرش اون جينيرال وقولي لنا واش فايت تعرضتي ليه. التحرش في المغرب تعرضت لي بزاف، ماشي غير انا، تقريبا راه الاغلبيه ديال النساء ولا الدريات في المغرب تما، ملي انت كتقلب على التحرش كتلقاه، دونك انت بغيتيه كتمشي تقلب عليه، ما بغيتيش ما غاديش يوصل ليك، دونك كتولي دوز نهارك عادي، ما كاينش ديال تخرج في الصباح
مع نهبط لقى واحد فراس الدرب واقف يتحرش عليا، فهمتي، يقول شي حاجه وكذا. تما كتخرج كتمشي دوز نهار عادي، كل واحد مقابل شغله، والناس غادي يجيك بالك غادي الخدمه. وصلنا هذا الموضوع شويه حساس عندي، حيت بسببه اصلا كانت ناضت فاش مشيت لدبي. واش كتلقاي التحرش من جميع فئات المجتمع؟ كتلقى دري صغير كيتحرش، كتلقى عنده 5 سنين، ولا كتلقى شارف دايزو كيتحر، المهم كلشي مسطين مسطين كلشي، ما كاينش زعما شي فئة معينة كيتحرشوا. هنا في المغرب كلشي كيتحرش. عمرك مشيتي رفعتي دعوى ضد شي واحد تحرش بك؟ صراحة لا، حيتاش ما كنامنش بالسيستم في المغرب، حيتاش تحطيت بزاف ديال الحوايج اللي كتمشي حتى لعندهم وما كيديروا معاك والو، دونك صافي كتولي تاخد حقك بيدك ولا كترجع للور ما دير والو كاع وصافي، باش تشنى مصدر راسك كتبقى طالع بقى جري 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 في الاخر ما كتصور والو. ديجا جاتك ديبريسيون فكرتي تنتحري؟ طحت في ديبريسيون ولكن عمرني فكرت ننتحر، ما ننتحرش، ديما نقلب على السوليسيون باش نخرج من ديك الديبريسيون. كتعاود تمشي وكتكمل حياتك وكتجي شي حاجه اخرى كطيحك في الديبريسيون، كتقلب ليها على حل وكتبقى غادي. وحده منهم هي اللي خلاتني نرجع للمغرب، رجعت المغرب رانا صافي رانت من الديبريسيون، نشوفوا الجي جاي ان شاء الله. شنو هي الحاجه اللي خلاتك تزيد القدام؟ الصراحه غير كنزيد القدام، غريزه فيا نزيد القدام، ما عمرني زعما فكرت فيها شي حاجه تخليني نزيد القدام، ما كان عندي حتى شي حاجه. I don't have nothing to lose، انا باقا ديال راسي وديما كنجيب راسي، دونك راسي ولي مخليني نزيد القدام. وشنو الحاجه اللي ندمتي عليها؟ الحاجه اللي كندم عليها النهار فاش مشيت لدبي ما قلتش بسلامه لماني من الدار، سوري. كنت معصبه لواحد الدرجه فهمتي معميه، زيت بالي زي شدي الطياره ومشيت، واللي كنت ديك الساعه كنقول رانا غنبقى تما ما غاديش نرجع. وما الحمد لله زعما ابري دوينا في التليفون وكذا وحاولت نرجع في اقرب وقت للمغرب، هبطت واحد الفاكونس وتما فين تسامحت مع مالي الدار ورجعنا اليس. الا عطينا كان بوفوار ماجيك، شنو تقدري تبدلي في المغرب؟ بزاف د الحوايج، انا خفت ندخل الحبس. خليني سايطه الصراحه، شي كون كانوا شي ناس دايرين خدمتهم كاع ما نتحطوا في هذا الشيء، حيتاش من الحوايج اللي شفت في دبي الناس تما مروضين. شي مثلا فاش كيبغيو يقطعوا الشانطي كيمشيو الباساج وكيوقفوا، الشانطي خاوي خاص يشعل الضوء الخضر عاد يقطعوا. هذا الشيء علاش؟ حيتاش الناس اللي دايرين خدمتهم بجد، داكشي شكل شي صافي متبع القانون، كيتلقى شي واحد يلاه اجي النهار الاول عارف يقولوا لي القانون ديالو، لا بالزنقه اي واحد يشوفو دار الغلط ما كيعرفوش يجي يقول لي فهمتي ما ديرش هكا راه انتيردي هنا، دونك كيترود الراس. الوالدين خاصهم يوليو يفهموا ولادهم، حيتاش ملي انت كتفرض عليه شي حاجه راه غيمشي يدير ديك الحاجه ويقصح راسو ويدير موراك ويوليو غير المشاكل. دونك كون كانوا غير الوالدين يوقفوا مع ولادهم، شي لو وقفتي معاهم وداروا داكشي اللي فراسهم وغلطوا يقول والديا قالوها ليا، ويديروا داكشي اللي بغاو في الاخر، يعني اللي بغيتو نتوما في الاخر وصافي. لا شنو اللي بغيتي تبدل؟ ها كل واحد يدخل سوق راسو، والله الا كلشي غيكون مهني الصراحه. وحق الله من نهار دخلت سوق راسي وانا مهنيه نفسيا داخليا مهنيه، ما كرهناش تنقد الدنيا شويه الزبل ويبقى شنو تاني نقول شي حاجه اخرى بحال ايش راه صافي داكشي اللي عندي انا.